بدي أطلب منكم طلب أخير. أبنائي بشوف كثيرين ما بترسموا إشارة الصليب صح. بدي أترجاكم اليوم أرسموا إشارة الصليب صح. ما بتتخيلوا لما ترسموا إشارة الصليب صح شو القوة اللي بتخدوها. أجتني قبل أكل من يوم ست امرأة جديدة عندها طفل جديد، كانت تحكي لي أبونا ابني بصحى كل ليلة مفزوع، كله بشوف إشي الولد مش عارفة مش فاهمة عليه. شو حكيت لها؟ حكيت لها يا بنتي قبل ما ينام ابنك ويحط راسه على المخدة ارسمي إشارة الصليب على المخدة. رجعت لي بعد أسبوع حكت لي أبونا مش معقول اللي صار، ابني من أول ما حكيت لي أعمل على المخدة إشارة الصليب صار ينام ولا أي إشي ما فيه. حكيت لها معلوم إشارة الصليب لازم نؤمن فيها، هي مش إشارة هيك بنعملها، وعشان هيك أصابيعنا الثلاثة لازم تعلن إيماننا بإلهنا الواحد المثلث الأقانيم ويسوع المسيح الإله المتجسد طبيعتين البشرية والإلهية في بطن أمنا العذراء، وهيك منرسم إشارة الصليب كاملة علينا. الإله الآب في السماء وفي كل مكان، الإله الإبن المتجسد منوح على البطن جلس عن يمين الإله الآب ويأتي ليدين العالم كلها من أقصاها لأقصاها. وهيك منكمل رسم إشارة الصليب علينا طالبين نعمة وبركة الصليب. أبنائي أرسموا صليبكم صح من فوق تحت البطن لليمين وللشمال. هاي هي قوة إيماننا وهاي هي نعمة وبركة الصليب اللي هي تكون معكم تبارككم.